أرجع على القصة اللي أنت تحدثت فيها بينك وبين والدتك الله يحفظها، وموضوع 9 إلى 11. الناس اليوم تعاني كثيرا مع اختلاف الزمن ومع اختلاف وهذا الانفتاح وهذه الأجهزة من كيف تتعامل مع المراهقين خاصة. دائما ينصدمون بأشياء من المراهقين لا يتصورون أنه ابني أو ابنتي وصلت إلى هذا الحد. المراهق يا عبد الله عنده 5 أشياء طبيعية لكنها خاطئة. وهي؟ التفكير المادي. يعني لو قلت لولدك يا عبد الله ودي أختك للسوق، قال ما نوديها له بفلوس، هذا صح ولا غلط؟ هو خطأ بس طبيعي. رائع. خطأ بس طبيعي. التفكير الفردي إنه يفكر بأنانية، خطأ بس طبيعي. طبيعي. التفكير الموجه للخارج، ليش استوديوكم خربان؟ ليش كراسيكم شينة؟ ليش لابتوب آيبادك غلط؟ ليش كيسانكم؟ تفكير الموجه الناقد للخارج ليس لذاته. هذا خطأ ولا صح؟ نفس الفكرة بالثنتين. خطأ لكنه طبيعي. طبيعي المراهق أن يفكر هكذا يا جماعة، بس مش صح. بعدها التفكير السلبي، يمر في البيت وشيء مرمي بالأرض ما يشيله، تقلب فندق، بل بالفندق ممكن يشيله. طبيعي لكنه خطأ. خطأ. التفكير الآني ما يفكر بباتر، في مباراة برشلونة ريال مدريد ممكن يشوفها يترك مذاكرته، طبيعي ولا لا؟ طبيعي ولكن مع تحيتي للبرشلونيين بس كذا يعني لا تدري، لأن عندي عيال كلهم مدريديين وأنا شجعت برشلونة عشان أقهرهم، وواحد منهم يشوفني هالحين. طيب أقدم لك أجمل تحية وأروعها. تغيرك في الفترة الماضية كذا حافظ عليه. أنت جالس ما شاء الله توزع رسائل من هنا ومن هنا، حلقة عائلية صايرة. الليوان نأخذ جوه. تفضل. الليوان وش معناه عبد الله؟ أنا البارح اتصلت بشايب قلت وش معنى الليوان؟ لأني ما أنا كنت أحسب الليوان وشو؟ ارتداد البيت بيوت الأولين. إيه. وش قال لك الشايب؟ وش أنتم مسمين هذا؟ الشايب أبخص. لا تغش مني. الشايب أبخص. إيه. طلع شيء ثاني غير المعاني اللي كنت أسمعها من الناس وغير المعنى اللي عندي. أنتم الليوان عندكم حوش البيت الداخلي ولا لا؟ صحيح. إيه. لا قال الليوان هو تعرفوا عبد الرحمن الصالحي؟ ترى يقدم لك أجمل تحية. الله يسلمك ويسلمه. أبو محمد اللي يصور مع الشيبان بعنيزة وينشر جميل. يقول يا طارق الليوان، تعرف مجلس الرجال؟ تعرف حوش البيت؟ لما تطلع من مجلس الرجال في هالممر اللي مظلل، اللي تطلع منه تطلع للحوش، هذا اللي سقفه أقل هذا هو الليوان. فالناس تجلس فيها تتكلم بلا تحضير. تتكلم. ولذلك أنت هل حضرت معك أنا شيء؟ لا. كما هي عادتنا في النفس والحياة، يكون الكلام تلقائي ويكون الكلام جميل ويكون الكلام عفوي، لأن البرامج الإعلامية ليست كالبرامج التدريس في الجامعات. كان سؤالك عليه؟ أتكلم عن المراهقين. كيف يتعامل الإنسان مع المراهقين؟ فالمراهق لازم تعرف يا عبد الله ما هو الطبيعي. لما تشوف ولدك مادي ما تلومه، تلوم نفسك إنك ما قدرت تنقله إلى التفكير المعنوي. لما تشوف ولدك فردي تلوم نفسك إنك ما قدرت تنقله لشبه الجماعي. لما تشوف ولدك تفكيره موجه للخارج، يعني مثلا بلديتنا خايسة، أمانة الديرة خايسة، ما نقلته للتفكير موجه للداخل، وبعلمك كيف ننقل الآن. لما تشوف ولدك دائما سلبي ما يسوي شيء ولا نقلته للتفكير الإيجابي، تلوم نفسك ما تلومه. إحنا وش بالعادة نسوي؟ يا قليل الحياة يلي فيك وما فيك. غلط غلط غلط. ثم لما تشوف ولدك تفكيره آني ولا قدرت تنقله التفكير الآني والمستقبلي، تلوم نفسك ما تلومه.